مساء الخير. الليلة جولة جديدة على أخبار الطلاب ضمن يوميات ستار أكاديمي، وفرصة جديدة لكم مشاهدينا حتى تبقوا على اطلاع حول كل نشاطات الطلاب وتحركاتهم اليومية. الطلاب كانوا ناطرين هادي شرارة ليسمعوا تعليقاته على البرايم الأخير. خلص يا خوف، خلصهولة يا خوف. شو محضرين لك؟ هلا مديرة. شو محضرين؟ هادي شرارة كيفك؟ كيف شباب؟ رايح صوتي؟ لا هيك تسمعوني على الواطي. أثبت مرة غنيت فيها صراحة، يعني كنت مهضوم، ما في تصنع، لوس، مرتاح، منك عم بتمثل، يعني مش طالبين منك شيء تعمله، انت عم تعمله تمثيلها very natural، و the way you're moving كان كتير مبين انك لوس مرتاح قد ما في. مروان حبيبي انت بتعمل كيف فيي وفينا كلنا، عم بتغني حلو بس ليش هتطلع والنازل عرب طا 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 ليه جون كي؟ يعني مش حلو واحد يغني بلقد في عرب، خلينا نتفق في قصص بتعملها حلوه، قصص بتعملها بشعة دغري، بعدها دغري بنكرهها للغنيه لانه صارت كثير فيها عرب. حنان لأول مرة فيني أقول إنه فهمت البرفورمانس تبعك، يعني جي كومبري سو كو تي افي بال على 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 البريم برايم، يعني بريم بريم. كنا عم نحكي بالكارثة وكذا، هلا صرنا حلو إنه بطل كارثة. لا بس حلو حلو بالمعنى الإيجابي، مش عم بتساءل عليكي، بس بدي شيء زيادة حنان، يعني إن شاء الله أنا بتعرف شو بحب؟ حلوة كلمة إن شاء الله، أنا بالنهاية لا أكيد بالبرايم أكيد أكيد. إيه بحب أكيد. كلمة أكيد أكيد. يلا دينا النبي أمر خلينا نتفق على شغلة مهمة كثير دينا. أنا ما عم بحكي لا عن نشاز ولا عم بحكي عن شيء، أنت عم أغني ما غلطتي ولا غلطة، ما نشزتي أنت في أنت غنيتي تسميع، يعني ما له عليها لا باللوز ولا بالأزوفاج ولا بالفرانكس ولا بالأرانكس، فاهمك أنا ما خصوا بالسيونس ناتيورال اللي درسينه بالمدرسة، يعني حفوتك بدور وعارف شو بيجوا. لا هو له علاقة إنه أنت ما بتغني بإحساس. هذا مش مغنى، هيدي اللي انا بعرفها، يعني كسرتي لي حلمي، انا بحلم تنجح هيك في، يعني بنبسط كسرتي الحلم واحد كملي هيك، بقول لك باي، نشوفك بالصيفيه مش بالشتاء لانه خلصت، نشوفك بالصيفيه بالساحل الشمالي مصر، والله العظيم نزورك هيك نتعرف على اهل وكذا. شو هيدا؟ هيدي صفر زيرو. والابشع من هيك انه انت بتغني ومتمرسه وبتعرفي انه وقت الموسيقى تصير بيانيسمو تنام، يعني الموسيقى واحد ما بيضل عم بيغني فوق بده ينام. ورا 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 ورا
برافو عباس جد. اول شيء عباس خففت عربه كثير، برافو، حطيته محله مزوي. تفوش مروان من حدك ويقع بالغلطة اللي وقعت فيها، اللي وقع فيها هو. بس محلات كان بدي منك ريتم بس مرقوا لانه غنيت كثير حلو عن جد، برافو عباس. بالنسبه لي اليوم عباس احسن واحد فيكم، هو البطل رافائيل كراكوز سميته. حلو فيه، بتحبه هو رافائيل على المسرح. كراكوز كراكوز بيأدي مؤدي حلو، اللي بيشفع فيه انه أدائه حلو، اداء تبعه. صوته انا ممنوع صوته ما بحبه، بس أدائه حلو. واحلى شيء فيه لرافائيل انه بيضل يجرب، يعني كيف هاي الشغله اللي بحبها فيه، عنده حماس على المسرح حلو كثير. غنى كمصري غنى حلو، نوت باد، شعبي كمان، ايه اكيد شعبي. انرجي عنده اياها حلوه، بس انا بعتبره يعني كراكوز مؤدي اكثر من مغني. بنشوفكم شو ما تجي، بتمنى بتمنى ليك الفكره الظابطه، بتمنى بتمنى اسمع منكم شيء جديد عن جد بكل معنى الكلمه. عايزين يلا. كيف كانت ردة فعل الطلاب بعد رحيل هادي؟ بنعرف بعد البريك، خليكم معنا. منتابع يوميات ستار أكاديمي، ومثل كل أسبوع كلام هادي بيكون له ترددات كتيرة عند الطلاب. البعض منهم زعلان والبعض التاني فرحان. أنا فرحانة من نفسي أيوة، والله العظيم حبيت حالي. إن شاء الله الترايم الجاي هعمل أحسن إن شاء الله. في أشياء برا، في أشياء عرب مش محلها، بس إنه مش هالقد يعني، مش هالقد زيادة. عارفة يمكن قصده على إيه؟ مش يمكن إيه، مش أنا حاسة يمكن قصده على التريلات اللي هي بتاعتك، بس حتى دي حلوه يعني، انا لو بسمعها احس ان اوف لو قدمه متمكن. حتى لو مش حلوه، حتى لو مش حلوه يعني، حتى بتعرفي بطلت انت الراي يعني. ما فيش حاجه والله العظيم، بس الكلام ضايقني شويه، حاولت بقدر الامكان اغني. انا لازم اخلي مامي تذبح لي جاموسه. ماما اذبحي لي جاموسه، ماما اذبحي لي فرخه كمان. ماما لو شايفاني اذبحي لي خروف ولا طلعي فلوس اعمل اي حاجه، انا فاتحه محسوده حاسده وحشه والله. واخده عين من تلاتين. حذرنا يا حبايبي. فين بقى الاحساس في الاغنيه؟ فين قولي مثلا ما عملت شكلي كتير كان مهدوء. لا وفي الغنى كمان قال لي انت غنيتي صح، مش بره التون ولا نشاز ولا جريتي عن التيمبو، بتغني يعني الصح. خلاص لا عرب ولا، بس بغني الصح. ما يقوليش بقى انت مثلا فين احساسي كان موجود. منين اتعلمه؟ من وشها ورياكشن وشها، ومنين في الاخر ما عنديش احساس. لا احنا هنتكلم في كده يعني، بس اوكي مفيش مشكله، ادي هو حقه ينتقد واحنا نسكت. لا مش نسكت يعني، نسمع. لا مش الحكايه في كده يعني، مش وجهه نظر واحده اللي هتضايقني يعني. بالعكس انا كل الاساتذه الحمد لله ما فيش ولا واحد فيهم قابلني غير لما قال لي انت غنيتي حلو جدا يعني، بتعبك بانك المفروض ما تغنيش والكلام ده كله. لا غنيتي كويس جدا. عرفت حتى لو مره، لو شو ما كان قال لي مره مثلا، لو شو ما كنت مغنى وعارف حالي مغنى منيح، واجا قال لي مثلا لوكيشن لكم مغنى عاطل وقال لي انت تحت الارض، ما تفكر رح انهز يعني، ما تفكر رح هي خلص انا رح اخذ من وطالع يعني، مش انه لانه عم لاحظ على طول مطرح ما بكون انا مقدى يعني، مطرح ما بكون قايل مش عم يعطيني حق ابدا يعني. يعني والله بس الفرق ما بينك وبيني بس يعني ما بعرف، وهيدي صمتي معذبني، شو عرفني ما بعرف اخر همي. وصمتي قال احلى تابلو في تاريخ ستار أكاديمي، تخيل. عادي يا ما نشوف. أنا تكلم كيف؟ يعني لا يعني كده في أوفر يعني كده في أوفر.
يعني انا غنيت صح وهو قالها لي، قال انت غنيتي صح قوي بس كانك عم بتسمع. بسمع ايه؟ هي الاغنيه فيها ايه اصلا؟ الاغنيه اصلا فيها انبساط في الاول، دراما ده اللي دخلته. مالي وانا مالي وانا مالي الاحزن انا مالي عايشه باحلى ليالي ويا حبيب دراما. وبحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لما انبسطت مني، بحب عيوني وبحب حبيبي وبحب مش عارفه ايه. بعدين غنوا وحبوا هو ده الاحساس، الاحساس بالرياكشن وشك مع حركاتك، بدل ما تعربي وتقولي مثلا وبحبك قوي يا عيوني تطلعي بره التون احسن، تبقي ماشيه سليمه في نفس الوقت بتعملي وشك. هو ايه هو بيقول ايه؟ مش لازم احس الاغنيه واعمل العربه مثلا عشان احس ان انا لا فعلا لا بتحس الاغنيه عملت عربه. عشان كده انا قلت له، قلت له المره الجايه هتلاقي الاغنيه كلها عربه بس ما تقوليش حاجه. هو قال لك مش كده ومش كده. بقى هو مش كده مش كده ايه يعني؟ ايه مش فاهمه؟ مش فاهمه يعني ايه مش كده ومش كده؟ طب خلاص ما تعصبيش نفسك يعني. هو قال ايه؟ هو كل اللي كان قصده ان اوكي لو هنتكلم نابل طلعت بره التون، علي طلع بره التون. اه طبعا. وقال له برافو. انت سمعتيه؟ آه هايدي. وقال لها وقال لها طب ماشي يعني كنت كارثه. قال لها كارثه طلعت من هنا لهنا. الله الله بره بره وضايعه في الاغنيه خالص. بس انا كنت قال لي، قال لي انت غنيتي سليم جدا. الحمد لله بقى قال لي ان انت اتحسنتي. اوكي بس انا قال لي انت غنيتي سليم جدا. طب خلاص انت زعلانه على ايه بس؟ ماشي يعني ليه بقى يقول لي مثلا خلاص معلش معلش مفيش احساس؟ احساس ايه؟ خلاص معلش اصلا الاحساس كان في وشي اصلا، هو حتى قال. كمان مره رح نتوقف مشاهدينا مع بريك صغير وبنرجع. الطلاب بينطروا الاتصال الهاتفي مع أهلهم، لكن هالمرة كل واحد منهم اتصل بأهل أصدقائه. ليه فهمت علي؟ عم أقول لك قلبي كبير فيك هالقد. ايه بعرف يا ماما، خلي لي اياك. خلي لي اياك. ليك يا حبيبي في حدا بده يسلم عليك دقيقة. ايه ليك حبيبي. يلا. اوكي اوكي يلا. الو. بونجور. ازيك يا دون؟ انت عاملة ايه؟ كيفك؟ كسفي كسفي بقلبي. دينا دينا معاك، دينا معاك يا طنط. مش سامعة الصوت مظبوط. دينا معاك يا طنط، ازيك عاملة ايه؟ يا عم دينا احنا من ستار اكاديمي يخرب ذوقك. قلبي هالقد مبسوط فيكم يا دينا، انتبهوا على بعضكم. حبيبتي يا طنط. كل العالم بتحبكم هون. ربنا يخليك يا طنط، دعواتك لينا. مروان وكلهم، سلمي على الكل بدون ما ترمي وضيع وقت. حبيبتي الله يسلمك ودعواتك لينا يا طنط. انا تمام الحمد لله. خدي يا انيس، انيس هيسلم عليك يا خد. ماشي. الو. ايوه مساء الخير يا طنط، ازيك؟ منور حبيبتي. حبيبتي الدنيا يا انيس. حبيبتي بموت عليكي انت بس والله كتير. خليك عايزين نشوفك بقى في مصر ان شاء الله. اكيد انا راجع، اللي راح على مصر اكيد رح يرجع. حبيبتي تنورني. حبيبتي حبيبتي اللي عندك كلهم يا انيس. ان شاء الله ان شاء الله كلهم يسلموا عليك يا حبيبتي. ثانك يو. هاك تفضل. ايوه محمد. ايوه ماما. ايوه محمد. ماشي. بص ابعت لسهيلة تحية على الكاميرا والبنت السعودية. أوه. وبعدين بتسألك في كوتش رياضي جالك كوتش من اه قولي قولي وصلوا. طيب خلاص ماشي يا ماما. اشكر سهيلة. اوكي. اكلمها على الكاميرا واشكر بنت السعودية. حاضر. ماشي. اوكي ماشي. وعايزاك عشان يلا كنت غالي كده تكلمك على سهيلة. ايه؟ ميرسي. قالوا لي البنت السعودية اللي هي اللي بتبعت لي الحاجة الفانز صديقة. ميرسي بنت السعودية على اهتمامك بسهيلة كتير، وميرسي على الحاجة اللي انت بعتيها وصلت، كل حاجة انت بعتيها وصلت، ويعني بجد مش عارف اقول لك ايه يعني. ميرسي جدا على وقفتك مع سهيلة ومعانا كلنا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن كله باذن الله. فهي بعتت لسهيلة حاجات شوكولاتة ومش عارف ورد وحاجات كده يعني، فبتقول لها شكرا. حاجة بتسلم عليكم كلكم والله يا جماعة. هاتيني الجوز. ألو. ألو. هاي سايمون. عزيزي مقبولة. كيفك؟ منيحة. تمام؟ شو بك كنت زعلانة امبارح؟ مش زعلانة، أنه هيك كنت متوقعة أعمل أحسن، بس اتس أوكي. بالعكس كنت أنا شفته أحسن من الطلايم الاثنين اللي قبل. إن شاء الله، إن شاء الله. أنيس حدد.
أنيس حد مالك بالعكس عملت أحسن شيء بالبرايم كثير منيح كمان ثانك يو حبيبي أنيس حد متحب طالعين عليه كثير قولي له بنحبه كثير يعني احكي معه هاي سايمون هاو ار يو هاو ار يو هاو ار يو مان مشكلك مشكلك بتضلك حد ما بين وبتضلك أنت وياها أكيد حبيبي أكيد Don't worry, أكيد أنا دائما خدام. نطلع نشوفك بلبنان من جازبرك من بارمت. أكيد حبيبي أحبره مش بالك على كده. إن شاء الله توصل على فاينل أنت وياها. إن شاء الله حبيبي إن شاء الله. دائما الطلاب بيفكروا بمصيرهم بعد الأكاديمية. يمكن لأنه هالمغامرة يلي عم بيعيشوها مثل الحلم. كرمال هيك دائما عندهم قلق من يلي جاي. هايدي ومروان عم بيدردشوا حول الموضوع. كلكم بحبكم نفس الشيء، كلكم رح اطلع من هون يكون عندي رقمكم على تليفوني، كلكم رح يكون عندي نفس العلاقات، وكلكم رح تجوا لعندي رح اروح عندكم. اي كمان. كلنا يعني كلنا ال 18؟ لا اكيد. خلصي انت جاوبيني. اوكي. بس دقيتيني مره ما رديت. بتدقي 3 و4 5 و10 12 و20؟ لا انا اكثر انا اصلا مش بدق. يعني ببعت مسج على الواتساب مثلا لو لقيت انه عملت لا انا حتى مصطفى شو اذا انا والشخص قرب الشخص قراب موسى انه اذا دقيت له باي وقت بيرد بس الواتساب يعني اول حاجه عشان ايه بعدها بقول مثلا انت فاضي دلوقتي او اول ما تفضى مثلا احكيني محتاج عايزاك تمام وحشتني مش عارفه ايه انت ما بحب بس تلفي وتدوري ابدا انا بقى انا بلف وادور ايه بقطف الموضوع لان والله العظيم ما بقاش بحكي ما بحكي خلص بكيف عم نحكي جد على شان الله اوكي صحيح طب برج ايه حمل انا عمر اخ الموضوع ده حمل عمري ما تعاملت مع حد حمل خالص لا ولد ولا بنت انت كمان تبع ابراج جدا بعشق الابراج طيب ما هلا ما فهمت شو صاير فيك شو في شو صاير بي انت شو صاير فيك انا النهارده مودي مش حلو بس عظيم جاي تفضي كل هالمود علي انا بس هلا عملت شيء انا ما بعرف شو هي عم تقولي انه عم تعتبيني او شيء لا لا خلص لا بدي اعرف لا والله ما عملت حي ما عملت لا خي ولا هتعمل حاجه اصلا خي واو اكيد اكيد يعني انت مش شخص ممكن يضايق حد او يزعل حد لا عمرك لا عمرك اتسالت عليا ولا عمرك رخمت عليا ولا عمرك عملتني وحش ولا عمرك عملتني تجاهل حكي عندك بطريقه وحشه ليه فاهم ابدا الله شو حلوين مرقوا اربع خمسه فوق ورا بعضهم شو صاير قعده شو رجع اوكي سالت عليك ايه رخمت عليك ايه زنخت عليك ايه بس جهلتك وين؟ وين شو بقول لك عمرك ما عملت ده؟ عمرك ما عملت ده؟ بدك تتولدني ولا بدك تحكي؟ عبالك تتولدني؟ عبالك هودي العاب الولاد الصغار يعني؟ نقعد نحذر بعضنا؟ في اسالك سؤال ما حدا بنخ عليك بحياتك؟ هيدي شو بك لا بجد بتكلم جد انا عم بحكي جد انا مش هطلع منك في ألف حدا بيكون عم يتقبر عليك هلا برا تقتل عليك يعني عارف يا مروان انت شخص طبيعي زاد عن اللزوم شخص يعني حلو شخص يعني بجد يعني لازم تتفهم صح قوي واللي فهمك صح عمره ما يقدر يخسرك بجد من الاشخاص دي مهما عملت فيه يعني لو جبت سكينه وقتلته ما يفهمكش غلط حبيبتي بجد ليش بقى بس لازم تتفهم صح وعشان تتفهم صح لازم تتعامل معاك اكتر من مره فاهم قصدي وبره المجال كله فاهم مناخيره شويه عاليه فكله عايز معامله معينه وكده عايز سياسه اكتر فاهم قصدي ايه بده رواق بده هو ده الموضوع اللي عايزه اوصله لك عشان كده يعني عايزك اكتر صبر ان شاء الله خير اخر بريك بحلقه الليله وبنرجع نحن وياكم
منتابع حلقة الليلة من يوميات الطلاب يلي اجتمعوا ليلعبوا سوا ويمضوا أوقات حلوة بالأكاديمية. يلا أنا دو تواصل إيه؟ أنا واحد اثنين ثلاثة لا بس ما تنام على الحيط أيوة ما تنام على الحيط ما هي وردك لازم تكون نمت على الحيط شوية وارجعهم تاني ما تقلقش لا استنى اجي لك شوية علي حيد هذيك المراية برضه نسيت ناري وغالي أنيس عملت مثل حنان نعم يا هايدي نسيتي نفسك كلش نسيتي نفسك كلش دينا شوف نفس الحركة بكل أنا مثل شو نفس الحركة يده قدام والثانية طب أنت لو بتجري كده اللي جابها هنا دي أنت ستندى نفسك يعني خير مباري وقع كده كده بيسو بيسو ركز على أنيس أنيس قاعد يلعب ترى من وراك قبل ما تعزل قبل ما تعمل بنط أنيس شايف أنيس أخذت هم ناسا بنط شوي جملة أولا اسألوا 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 بيسو اسألوا مشكلة عادي أنك تتنفس نفسي أنا والله العظيم نفسي ولا حد يفوز هو عليك من أنيس قول ده بروم بسكينة يا الله 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 يا بس كان في كان بعد مني ما تقدرش معايا ما تقدرش معايا ما تقدرش معايا بعد كده اتحركت تاني هطلعك ولا عنيز اه
رحت وجهت والله. واحد اثنين قبل ما ودعكم بذكركم مشاهدينا بمسابقة سي بي سي الأسبوعية يلي من خلالها رح تربحوا أكثر من سفرة لبيروت مدفوعة التكاليف لحضور البرايم. التفاصيل على www.cbc-eg.com. حلقتنا خلصت لليلة، لاقوني بكرة بنفس الوقت. باي باي. عندك استنى دقيقة شوف الطريقة من المعروف اوعى تبطل اوعى تخد تقول لعيونك ملهوف. طب من مين قلت لك يومي وين قدامي ملاك مش شايف بني ادمين يا بغيان فيوم بتسنين عندك استنى دقيقة بام 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 لو واحد ما بام